السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنجاوبو على واحد السؤال اللي كيتعاود بزاف، واللي هو بخصوص التجمع العائلي بالنسبة للأزواج. ألوغ التجمع العائلي بالنسبة للأزواج، السؤال يقول: هل ممكن أنني ندير تجمع عائلي ونجيب المدام ديالي وأنا طالب أو أنا طالبة وأنا عندي فقط يعني لابورس أو المنحة الدراسية؟ الجواب هو نعم، ما كاينش مشكل. واخا انكم تكونوا طلاب فممكن ديروا اجراءات التجمع العائلي وتجيبوا الازواج او الزوجات ديالكم. المشكل الاساسي هنا هو الانسان ما خصوش يكون في ليت سوسيال، هذا هو المانع الاول. يعني الانسان ما يكونش كياخذ المساعده من طرف الدوله. السؤال الثاني بالنسبة للناس اللي كيتسألوا كذلك، واش ضروري خصني نكون خدام في الوقت اللي غندير الباريناج، في الوقت اللي غادي ندير تجمع العائلي باش نجيب الزوجة ديالي خصني نكون خدام؟ واش كيطلبوا لافي دو كوتيزاسيون؟ واش كيطلبوا لاتيستاسيون دو ترافاي اكسيتيرا؟ الجواب هو ماشي بالضرورة تكون خدام، ماشي بالضروره تكون تحط لاتيستاسيون دو ترافاي. الباريناج بالنسبه للازواج والاطفال، يعني الابناء ديالكم اللي غتجيبوهم، ما كيطلبش اننا نعطيو ادله ليميغراسيون كندا باللي حنا راه عندنا واحد المدخول. اوكي، يمكن هاد الوضعيه الماديه يمكن كنحتاجوها بالضبط الا كان في اطار واحد الباريناج ديال دوتغ مومبر دو لا فامي، يعني اطراف اخرى من العائله ديالنا. مي بالنسبه للباريناج، عقلوا على هاد المعلومه، بالنسبه للباريناج او التجمع العائلي ديال الزوجه والابناء، الابناء اللي سيليباتير، اوكي، ما كنحتاجوش اننا نبينوا على الوضعيه الماديه ديالنا. يعني خدام ما خدامش تقدر دير تجمع عائلي، ما كاين حتى شي مشكل. اوكي، دونك هذا كانت الاجوبه على الاسئله بجوج. فالمره الجايه الفيديو الجايه ان شاء الله غادي نهضروا على الموانع، شكون هما الناس اللي ما يقدروش انهم يديروا التجمع العائلي، شنو هما الاسباب اللي كتخلي ان الطلب انه كيترفض، شنو هما مثلا الاشخاص اللي ما كيكونوش مقبولين، اللي ما يقدروش يديروا الاجراءات يعني من الاساس. فوالا، كانت معكم الاستاذه ابتسام من مكتب الهجره بسمه من موريال. تابعونا الى عجبكم الفيديو او الكونتوني، شجعوني لايكيو الفيديو، خليو لي دي كومونتير راني كنقراهم، ولا كانوا عندك اي اسئله كما كانت خليوا لي الاسئله في لي كومونتير فغنجاوبكم ان شاء الله. شكرا، كنتمنى لكم نهار سعيد، مع السلامه.